كابتن محمد عبد المنعم بيغادر المستشفى اليوم بعد جراحه واصلاح اعوجاج وكسر في الانف، كان اجراها امس تحت اشراف الدكتور طارق البنوبي استاذ جراحه الوجه والفكين، وحرص الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور طارق البنوبي على التواجد اليوم في المستشفى للاطمئنان على حاله اللاعب قبل مغادرته. ويبدا عبد المنعم تدريبات منفرده بعد 5 أيام من الجراحه على ان يعود للانتظام في التدريبات الجماعيه خلال اسبوعين. ايضا اطمأن الجهاز الطبي على حاله عبد المنعم بعد خضوعه لجراحه امس قبل العوده من جديد للمشاركه في التدريبات الجماعيه وتجهيزه للمرحله المقبله. طيب ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف تفاصيل اصابه السوليه. قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان عمرو السوليه لاعب وسط الفريق اكتفى باداء جلسه تاهيل وعلاج طبيعي في الجيم على هامش المران الجماعي للاهلي الذي اقيم عصر اليوم. واوضح مدير الكره ان السوليه خضع لفحص طبي اثبت تعرضه لشد خفيف في العضله الاماميه، وفضل الجهاز الفني ان يؤدي اللاعب جلسات تدريبيه منفرده.